يسعد مسا كل من يتعلن عبر تانا خليجية، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من عربود. نبدأها مع أهم العناوين. ألبوم جديد لوائل كفوري. هل راح يتزوج براد بيت وأنجلينا جولي على يد جورج كلوني؟ عادل إمام يزور مصطفى شعبان. هل انتهى الحب ما بين كيتي بيري وجون مير؟ مشاهد أولى من فيلم أمبروكن للمخرجة أنجلينا جولي. هل راح يتزوج براد بيت وأنجلينا جولي على يد جورج كلوني؟ هذا ليس مشهد في فيلم، بل أمر قد يحصل. بعد أن عقدا الخطوبة عام 2012، يبدو أن براد بيت وأنجلينا جولي سيتزوجان، ويبدو أن جورج كلوني سيكون الكاهن الذي سيزوجهما. مصدر مقرب قال إن إشراك جورج بالحفل كان فكرة براد، إلا أنه تفاجأ حين وافق. يقال إن كلوني يعمل على الحصول على التراخيص اللازمة لتقديس الزيجات. بعد مفاجأة براد الأولية، بدأ ينادي الممثل صاحب الشعر الأسود الممزوج بالأبيض بالموقر جورج كلوني، وهو يقولها بكل جدية. استكلما مسبقاً عن نوع خدمة الإكليل التي يفضلانها. قررا عدم الزواج مباشرة بعد الخطوبة لأنهما أرادا الانتظار إلى أن يحصل على الحقوق نفسها. إذن حان الوقت الآن، ويشاع أن الاحتفال سيكون في منزلهما هذا الصيف في محاولة لاتباع التقاليد. بعد غياب عن الشاشة الصغيرة وانشغاله بالإخراج، يرجع المخرج الممثل باسم مغنية إلى الشاشة الصغيرة في مسلسل ياسمينة مع كارول الحاج، فادي إبراهيم، وأيضاً مسلسل شريعة الغاب مع ألين لحود وجورج شلهوب، واللي أخرجه منصور مروان الرحباني وكتبه مالك مروان الرحباني. بدأ الفنان وائل كفوري العمل بشكل جدي على ألبومه الغنائي الجديد، إذ راح ينطلق مرحلة توزيع الأغنيات اللي اختارها قبل أن يضع الصوت عليها. أصدر الفنان كارلوس عزار أغنية جديدة بعنوان قصة وقت في تعاون أول مع الفنان بلال الزين المعروف بتأني في اختيار الأصوات اللي لحن لها، كما صور الأغنية تحت إدارة المخرج غي إبراهيم. ألتقى الفنان السعودي جابر الكاسر على الإذاعات السعودية أغنية أنعشوني، وهي من الفولكلور الشعبي بعد تطويرها بالآلات الموسيقية. هذه هي الأغنية اللي جمعت الحبيبين كيتي بيري وجون مير بعنوان Who You Love. You love who you love, who you love. You love who you love, who you love. My girl, she ain't the one that I saw coming. إنها فعلا أغنية جميلة، ولكن هل صحيح أنها أصبحت من الذكريات؟ فاجأتنا بعض المصادر بخبر انفصال كيتي بيري وجون مير، فكنا نظن أن الأمور على أفضل ما يرام بينهما. ظن الجميع أنهما خطبا يوم عيد العشاق، أما الآن فعادا عازبين. ما الذي يجري؟ بادئ الأمر حكي عن أن بيري هي وراء الانفصال، ولكن بعد فترة ولبلورة الحقائق تبين أن الانفصال كان حبياً وباتفاق متبادل. قرابة عيد الميلاد قالت كيتي إنهما متفقان على أن الموسيقى تفاهم، وكلاهما يحب الآخر ويتواصل معه. حسناً، وفقاً لطبيعة الانفصال المتفق عليه، ربما هما يفهمان بعضهما أكثر مما ظنا. إنها ليست المرة الأولى التي ينفصلان فيها، فمنذ أن ارتبطا عام 2012 انفصلا وعادا لبعضهما عدة مرات، لذا نأمل أن هذه ليست نهاية الثنائي الموسيقي. بعد الفاصل، مشاهد أولى من فيلم أمبروكن للمخرجة أنجلينا جولي. حياكم الله من جديد. أعرب الفنان محمد حمائي عن طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة نفسي أبقى جنبه، واللي صورها في أبوظبي من عدة أشهر بعد طرح ألبومه الأخير من قلبي بغني. قام الفنان عادل إمام بزيارة مفاجئة للفنان مصطفى شعبان في استديو نحاس، حيث صور عادل إمام مسلسله صاحب السعادة في بلاتو مجاور للبلاتو اللي صور فيه مصطفى مسلسله أمراض نساء مع حورية فرغلي، إيمان العاصي، صابرين وصفاء سلطان. حيث أكد مصطفى شعبان سعادته للزعيم بتلك الزيارة، فرد عليه قائلا: قلت أمسي عليك يا درش. تنشغل الفنانة رانيا محمود ياسين حالياً بالتحضير لتصوير فيلم جديد بعنوان بنسيون في منتصف أبريل المقبل، بعد انتهائها من تصوير كل مشاهدها في فيلم كارت ميموري مع خالد سليم ومحمد نجاتي ودينا فؤاد.
أنجلينا جولي ترجع إلى الإخراج مع فيلم أنبروكن واللي يروي قصة العداء الأولمبي لويس زامبيريني. الفيلم منتظر في الصالات العالمية في 25 من ديسمبر وراح يكون له حصة في ترشيحات جوائز الأوسكار للسنة المقبلة. To push through any obstacle. The drive never to give in to defeat. These are the virtues that define the Olympic spirit. Epitomized in the incredible story of former Olympian and American hero, Louis Zamperini. As a kid, I was always in trouble. I was rotten. Who's down there? They start talking about what to do with me. And the police chief said, we've been chasing them all over town for years. I suggest running. You train, you fight harder than those other guys, and you win. If you could take it, you can make it. As a complete unknown, Zamperini burst onto the world stage at the Olympics in 1936. The unwavering spirit that got him there led him to a record-breaking performance and carried him forward to a time when the world was at war and his country needed him most. You learn perseverance in running. Right in the middle of almost giving up, you try again and again until you overcome. That's important in the war, too. The determination to come out first, to come out alive. His bomber, down in the Pacific, Zamperini survived on the open water for 47 days, only to be captured by the enemy. I got good news and bad news. Hello, mother, father. This is your Louis talking. This will be the first time in 2 years that you'll have heard my voice. I'm now interned in a Tokyo prisoner of war camp and being treated as well as can be expected under wartime conditions. Zamperini's miraculous journey of resilience is one of the most inspirational stories ever known. It became a best-selling book that touched millions who have drawn upon its strength, including filmmaker Angelina Jolie, who now brings the remarkable story of Louis Zamperini to the big screen. I beat him by magnet to the end of the war line. If I can take it, I can make it. Persevere, I think it's important for everybody. Don't give up, don't give in. There's always an answer to everything. كيري واشنطن تتنبأ لما هو جميل وما هو عكس ذلك. سالي هوكينز تفضل أن ترتدي الألبسة الجاهزة. مجموعة أحذية صارت جيسيكا باركر لا تشبه غيرها من الأحذية. إليكم التفاصيل. كيري واشنطن أخذت بعض الوقت لتعلم الموضة، سالي هوكينز تحب الثياب الجاهزة من توب شوب، وسارة جيسيكا باركر تصمم أحذية لا تشبه غيرها. لم تحصل كيري واشنطن على مظهرها الجميل بطريقة سهلة، فما إن وصلت إلى الشهرة وإلى السجادة الحمراء، قررت أن تدرس الخطوات التي تجعلها تبدو أنيقة. من حسن حظها أنها كانت صديقة ابنة ديانا روز واسمها تريسي أليس منذ أيام الدراسة، وتريسي كانت محترفة في هذا المجال وساعدتها كثيراً. ومنذ ذلك الحين وهي تتنبه لما هو جميل وتستمع جيداً إلى نصائح خبراء التجميل. نتيجة لما نراه كاري، نقول إنك أتقنت العمل. والآن إلى التي تسعى إلى المظهر المتواضع دائماً، اللطيفة سالي هوكينز. سالي مرشحة للأوسكار أيضاً، وذلك عن دورها المساند في بلو جاسمين لوودي آلين، إذ قامت بدور جينجر. ولكنها تقول إنها تفضل أن ترتدي الألبسة الجاهزة من توب توب أو أخرى مريحة حين تكون على السجادة الحمراء، بدلاً من ارتداء فساتين المصممين. وقالت ممازحة إن ذلك كالوهم ويشبه قصة سندريلا، إذ أنهن يرجعن الفساتين عند انتهاء السهرة منتصف الليل. ربما عليك ارتداء فستان من توب شوب. أخيراً، سارة جيسيكا باركر تحب كون مجموعة الأحذية الخاصة بها لا تشبه غيرها أبداً.
SJP تبتعد عن اللون الأسود وتستعمل ألواناً فاتحة وتلجأ إلى الرباطات في أحذيتها، ونظن أن كنا ستأخذنا بعض الوقت للاعتياد على المشي بها. هي تعود إلى موضة السبعينيات وتقول إن موضة الأحذية الجميلة والمجنونة بدأت حينها. نعم، هي تعيد إحيائها. مجموعة SJP توفرت في نيويورك منذ سبتمبر الماضي. إيش هي فعاليات عيد الفن القادم؟ الإجابة رح نتعرف عليها في هذا التقرير. كاميرا النشرة بالموسيقار هاني مهنا رئيس اتحاد النقابات الفنية للتعرف منه على أهم فعاليات عيد الفن القادم والشخصيات الفنية التي سيتم تكريمها، حيث أكد أن الاحتفالية ستكون مزيجاً من الدراما والغناء وستضم العديد من المفاجآت. وقبل كده كان في شهر 10، يعني كان رمزية سيد درويش، فأنا فكرت برضو في رمزية محمد عبد الوهاب بلا ألقاب. إحنا بنقول طبعاً هما قامات كبيرة جداً، إنما لقيت العمر الفني للموسيقار عبد الوهاب هتلاقيه قرابة 4 أجيال، فده برضو حاجة ما تتسابش معنا أصح. فعملناه 13/3 على أساس عيد مولده 13/3، خدنا رمزية الميلاد وعملنا عيد الفن في هذا اليوم إن شاء الله. هو فيها طبعا يعني نهج جديد ما اتعملش قبل كده، اللي هو مزج ما بين الدراما والغناء. يعني ما خليناهاش الاحتفاليه تبقى من بس بنغلق على الغناء زي كانت او زي الاحتفاليات اللي موجوده او المعتاده يعني، انما احنا حولنا ان احنا نقدم فيها لوحات دراميه عن السلبيات اللي طالت الفن او الفساد اللي طال الفن معنى اصح. فعلا احنا يعني بنحاول ان احنا مش بس بنعمل احتفاليه، احنا بنضع حجر اساس لاعاده هيكله الفن الجد تاني والفن المحترم في مجال السينما والموسيقى والغناء كله يبقى متواجد زي ما كانت مصر. لما طلعنا لقينا القامات العظيمة والرموز الفنية الإبداعية اللي كانت موجودة وحرمنا من نوعية بعض أنواع الفنون، فبنحاول نرجعها تاني في الأوبرا، في ريد كاربت، وفي زي ما قلت حضرتك المسرحية اللي من 6 لوحات دي، وفي نفس الوقت في هاني شاكر هيغني وفي أنغام، وفي خدع موجوده برضو مش هنقدر نعلن عنها عشان ناحيه تسويقيه ان شاء الله، وفي تكريم طبعا لبعض الرموز الفنيه. وبعدين لو فتحنا موضوع التكريم ده، انا كان نفسي طبعا ان اللي حطيتهم في دماغي من الاول يكونوا موجودين معانا، وكلمت بصفه شخصيه واصدقاء عزيزين جدا عليا، طبعا كان سيده فاتن حمامه او سيده نادي لطفي او شاديه او مين تاني نجات، حاولت السيده مديحة يسري. انا كان نفسي بصراحه، بس هم ليهم فلسفه وليهم رؤيه مختلفه عن رؤيتي. احنا مش بنحط معايير حتى عشان التكريم، لانه فعلا في فنانين قامات كبيره جدا جدا وموجوده لحد النهارده والعطاء شغال مستمر، انما احنا بنقول يعني هديك رمزيه عن 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 احد الموسيقيين المكرمين، واحد بس مش هديك بعد كده. لو قلنا محمد فوزي، يعني محمد فوزي ده الراجل العظيم، ده الراجل الملحن والممثل والمغني والمنتج، ده بصراحة ما خدش أي حق من حقوقه، يعني بالعكس هو تم تأميمه مع التأميمات الموجودة، فيعني هو ده اللي كسره وكان ده سبب في المرض يشتد عليه، ويعني طبعا قضاء الله هو كل شيء، إنما يعني كان من ضمن المسببات اللي هو رحل عن دنيانا فيها بدري شوية. محمد فوزي ده قمة الإبداع، قمة الإبداع لحد النهاردة، عامل أغاني للطفل ما فيش حد عيلي ولا جه جنبه حتى عشان يقدم زيه. احنا مش عايزين نعول على إن التكريمات دي هي دي دول الفنانين اللي امتلكهم، استحالة استحالة. بس كمان في نفس الوقت مش ممكن يبقى هنتكرم أكتر من 10 اللي عايزين يكرموا، أو اللي احنا نظرتنا للي عايزين نكرمهم فوق الـ2000، مش دي قضية. بس المشكلة إن إحنا بنسيب السنوات الجاية والأجيال الجاية هي اللي تسلم الراية وتكرم بقى، ويا رب برضه يفتكرونا في التكريمات يدينا العمر بس.
بعد الفاصل، منهم النجوم اللي زاد وزنهم في الفترة الأخيرة. يا هلا فيكم من جديد. هل صحيح أن البدانة وزيادة الوزن تأثر على نجومية الفنان؟ الإجابة مشاهدينا رح نتعرف عليه مع بعض في هذا التقرير. باتت الصورة عنصر أساسي في الحياة الفنية، إنه الجسم الممشوق الذي يميز إطلالة النجمات والنجوم على حد سواء. من هنا، هل تؤثر البدانة وزيادة الوزن على نجومية الفنان؟ لا ما بنفر منه يعني، بس إنه أكيد بيطلع إنه أحلى لما يكون واحد ضعيف. شكله هو رسماله نبيل الشايل اللي كان ناصح كتير كان أحلى، هلأ ضعف ما عاش على محبته. هي إيمج أكتر إيه؟ ممكن هي في توازن ما بين الإيماج الفنان وما بين أدائه، بس هي أكتر للصورة، لأنه وقت اللي بينصح الفنان ببلش عنده أكتر شيء هون. إذا ملاحظوا الرجال أكتر إنه ببلش في عندهم مساحة للكاميرا ما بتعود حلوة، ما بيعود بيقبلها الكاميرا، وبالتالي جمهوره وناسه اللي بيحبوه عم بيشوفوه كمان يمكن ما يقبلوه. بالنسبة ليحيى الفخراني، يحيى الفخراني كان ناصح شوي، كانت نقرأ انتقادات عن نصاحته، يمكن لأنه وجهه بمصر شكل الوجه هيدا بيحبوه، غض النظر شوي على نصاحته، بس هلأ صار ناصح أكتر. راقب الكاميرا كيف كان قبل وكيف صار هلأ. الكاميرا كان قبل أجمل عليها، هلأ أنصح، بس ما ننسى أنه في أدائه الفني، أدائه الفني اللي بيطغى على شكله، وهون الأداء والذكاء الفنان أنه يعرف يختار أحياناً بغض النظر جمهوره عن هالنصاحة اللي هو عاش فيها. في الأربعينيات والخمسينيات تميزت النجمات بجسم ممتلئ مثل صباح، هند رستم، شادية وهدى سلطان، وصولاً إلى نبيل عبيد ونادية الجندي وليلى علوي، فأصبحنا أيقونات الجمال الكلاسيكي الذي ما زال يجذب أنظار الناس، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على نجوم اليوم. إيه ده؟ كده من غير إذن؟ ومن ايه بتكفي اذن؟ لا يا شيخ، انت فاكرها ايه؟ فوضى؟ تكية؟ هوجة؟ يا اخي اوضه واحده ست، في ذوق، في ادب، لازم تخبط على الباب قبل ما تخش. اتفضل بقى خليني اقلع، ولا كمان بلاش اقلع؟ ايه الكلام اللي بتريده يا نعيم؟ كلامي كده، العزبه اللي انت اديتها لي اتفضل خدها. يعني كانت الصوره قبل، ما هلا بقول الفنان اللي حافظ على الايماج، كانت ايماج ايام زمان المراه الممتلئه، هيدا الجمال كان. يعني اللي ما عندها التقاسيم الأنثوية ما بتعتبر جميلة الشكل. وبحب حسين الجسمي من النجوم الذين دخلوا إلى الساحة الفنية معتمداً على موهبته الصوتية وكلمات وألحان متميزة. رغم زيادة وزنه لكنه ما لبث أنه أنقصه بشكل كامل ليتناسب مع مقاييس النجومية الحالية. حسين الجسمي كان حالة خاصة، نحن عنا دايماً شيء متعارف عليه بين الناس أنه كل ناصح مهضوم، وحسين الجسمي إنسان كتير خفيف الظل ومهضوم وقريب للقلب. طب شعبيته بعدها ضعف، ضعف يمكن مشان الصورة، يمكن مشان صحته، بالعكس يمكن زادت شعبيته أكتر هلأ. بعد بده شوية تظبيط يمكن شكليا. صدق باكر يزفونك عسلنا لا يجي باكر واشوف دمعة عيونك. حسين جسمي كتير كان نحيف هلا، وقبل كان كتير ناصح، عند كان ناصح كانت العالم كتير تحبه، هلا ما عاش فيه له شعبيه قبل الاول. اه لا انا نفرت لما ضعف كتير، يعني حسيت انه لا، انه ما يلبق له الضعف، يعني مو كل شخص بيلبق له. هلا الهم لي يا فلان ولا ترموش العروسان. البدانه مش بس بتاثر على شعبيه الفنان، كمان بتاثر على ادائه الفني، ان كان مغني ولا ممثل، مسرحي، سينمائي او تلفزيوني.
لأنه بتأثر على التنفس، البدني بتعمل نوع من الضغط. أي إنسان بينصح إذا طلع على الدرج طابق واحد بسرعة ببلش يلهد، فشو حال الفنان اللي بيطلب منه عمله الحركة الدائمة، بيطلب منه الأداء الغنائي صوت ومدى بالنفس، وبيطلب منه كمان الأداء التمثيلي صوت ومدى بالنفس. لهيك حاجة الفنان إنه يضل على طول محافظ على لياقته المدنية. وجميعنا لا ننسى ما تعرضت له الممثلة سمية الخشاب من انتقاد في الصحافة بعد زيادة وزنها، حتى قيل بأن المنتجين عزفوا عنها بسبب هذا الأمر، فعمدت إلى تخفيض وزنها بشكل لافت، ثم نشرت صورا لها لتؤكد هذا الأمر، نافية مسألة عدم طلبها في أعمال سينمائية أو تلفزيونية بسبب زيادة الوزن. أنا صدق يخلع منك، أنا بلفت وخدت منك، ده أنا صدق يخلع منك، يلا بقى جود لك يا ماما، عندي مؤهلات مش عندك. سمية الخشاب عندها، أنا برأيي عندها حالة خاصة. أنا لما تعرفت عليها بلبنان، إجت على لبنان وتعرفت عليها، حسيت في وجه يعني بيبي فيس، عندها هالوجه الملامح الطفولية، يمكن لأنه ملامحها طفولية، يمكن لأنه عندها جمال خاص. لما نصحت تغيرت هالملامح، أثرت النصاحة مباشرة على وجهها، لهيك تعرضت لانتقادات، أثر على صورتها إيه، لأنه عم تاخد دور، يمكن دور بعمرها، دور اللي هي بعدها، هي بعدها صبية، عم تاخد أدوار لعمرها أو لأكبر شوي من عمرها. لما نصحت صار الدور كتير صغيرة عليها، بيّنت أكبر من عمرها، بيّنت حركتها قدام الكاميرا منا مقبول. يمكن المنتجين ممكن يكون عنده وجهة رأي تانية، إنه الأدوار اللي هني بدهم إياها ما بتناسب هالستيل اللي هي فيه هلأ موجودة، هالشكل الناصح. يبدو أننا في عصر الصورة بامتياز، والذي أطر النجوم في خانة الشكل والمضمون، إلا أن النحافة هي الورقة الرابحة في هذا المجال. شو عنوان الفيلم اللي يحتل المرتبة الأولى على شباك التذاكر في لبنان؟ المرتبة العاشرة شهدت بقاء الفيلم اللبناني بيبي، حيث شاهده 1134 شخص. عندك طلب مثل الباش؟ فينا نقعد على جنب أنا وياك. حبيت كيف بتقولي هيك صوت عالي، ما أنا مثلك ديك صياح. ما كل ديك عم زبلته صياح. أوقات كتير بتعيش ناطر الشخص اللي رح يغير لك حياتك، يمكن لا، وأوقات من أول لحظة بتعرف مين هو. ودخل فيلم The Starving Games مباشرة في المرتبة التاسعة مع 1142 مشاهد. Tell us what you're thinking right now. I want to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. What does every successful show need to bring it to the next level? Better 3D. Everybody in the house. Hello, Siri. Send in the big guns. ودخل أيضا الفيلم الكرتوني أوغي and the Cockroaches مباشرة في المرتبة الثامنة مع 1558 مشاهد. Passions will burn from the Stone Age to the Space Age. Craziest adventure of all time will blast off. وتراجع فيلم American Hustle إلى المرتبة السابعة مع 1742 مشاهد. People believe what they want to believe, because the guy who made this
وبقي فيلم The Lego Movie في المرتبة الخامسة مع 2971 مشاهد. That you're the most important person in the universe. That's you, right? Yes. That's me. Relax, everybody. I'm here. Batman? Awesome! Who are you here to see? I'm here to see your butt. Oh, my gosh. Pow. Wham. First try. My fellow master builders. Hello! Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us. And you are right. A house divided against itself would be better than this. Abraham Lincoln! وتراجع الفيلم اللبناني نسوان إلى المرتبة الرابعة مع 4674 مشاهد. الله ظلم هي اللي اعتدت عليه. خذوا في كتير اشياء عملوها النسوان لما استلموا الحكم في انسانية اكتر. لحظة لحظة اسحبوا لكن هيدان لشو؟ مين يعني؟ اشتغل معي بمكتب الخدم اشتغل صانعة زي ما كنت تلعبوها هيك. اي شو صار؟ ارجع عبيت اهلي. اي هدوء اي هدوء يا ماما طلع على وشه كيف هو؟ لك 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 روح من وجهه لك عبيت بزنس كمان شو يا؟ حلقولك؟ ودخل فيلم About Last Night مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 4759 شخص. It's ladies night. I'm impressing myself. I made her feel like good and evil. You need to go meet a nice looking... Turn around. You know what your problem is? You're too damn good looking. What? He broke up with me. She broke up with me. Who are you with? Kind of jealous? I'm really happy for you. Really? Hell no. This is stupid. Really? And I know وتراجع فيلم The Monument Man من المرتبة الأولى إلى الثانية مع 10031 مشاهد. We're going to start with a friend in Paris who's going to have some idea where the French art has been hidden. How can I help you steal our stolen art? The Nazis are taking everything with them, so we have to get as close to the front as we can. Look at this. It says if Hitler dies or if Germany falls, they're to destroy everything. Everything. We gotta move. They tell us who cares about art, but they're wrong. It is the exact reason that we're fighting. For a culture, for a way of life. What is all this? People's lives. Hitler wants everything. It's your responsibility now. ودخل فيلم نون ستوب مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14391 شخص. Someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number. We're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it? بدأ الفنان حمادة هلال تحضير ألبومه الجديد حيث انتهى من تسجيل 3 أغاني دون أن يحدد طرحة إن كان في فصل الصيف أو في وقت آخر. رغم أن تصوير الفيلم السينمائي الجديد والسجون لم ينتهي بعد أو يتحدد موعد طرحة، إلا أن الفنانة دينا فؤاد بطلة الفيلم انتهت مؤخرا من تسجيل الأغنية الدعائية له وهي بعنوان أحمر شفايف واللي تغنيها مع الفنان أحمد وفيق والمطربين الشعبيين غاندي والجنتل. مين من المشاهير يصادف عيد ميلاده 9 مارس؟
نقول هابي بيرثدي للممثلة الفرنسية جولييت بينوش واللي فازت عام 1997 بجائزة أوسكار كأفضل ممثلة في دور مساعدة عن فيلم The English Patient وتحتفل اليوم بعد ميلادها 50. بعد الفاصل فرنسا تعروس الشهر المقبل. حياكم الله من جديد. بعد The Dark Knight Rises توم هاردي يؤدي مجددا دور الشرير. Get Hard جديد الممثل كيفن هارت. هل تحول شركة سوني بيكتشرز عالم بيتر باركر كل سنة إلى فيلم؟ إليكم التفاصيل. إليكم آخر أخبار تجارب التمثيل في موفي مانش راوند أب. أخفنا بدور بين الشرير في The Dark Knight Rises، ولكن الآن توم هاردي قد يلعب شخصيتين سيئتين في فيلم واحد. يبحث الممثل أمر لاعب دوري روني وريجي كراي التوأمين السيئي السمعة في فيلم عن حياة رجلي العصابة هذين. هاردي الذي مثل في إنسبشن ولولس قد يبدأ التصوير بعد انتهائه من تمثيل شخصية ألتون جون في روكيت مان. الرجل الطريف كيفن هارت مثل في فيلمين كوميديين ناجحين هذا العام رايد لونج وأباوت لاست نايت، وهو يستعد الآن لإضحاكنا في السنة المقبلة. وقع على التمثيل في فيلم جديد بعنوان جيت هارت بمشاركة أنكرمان بنفسه ويل فارل. وأخيرا محبو سلسلة أفلام سبايدر مان سيفرحون كثيرا. مدير سوني بيكتشرز كشف عن مخطط الشركة لخلق عالم سينمائي موسع كالذي أوجدته مارفل مع The Avengers. يطمحون إلى إنتاج أفلام يظهر فيها الشريران The Sinister Six وVenom وإصدار فيلم جديد كل عام تدور أحداثه في عالم بيتر باركر وأصدقائه. زهرة العلا فنانة ونجمة سينمائية كبيرة أثرت السينما المصرية بالعديد من الأعمال المهمة مثل الوساد الخالية مع عبد الحليم حافظ واسماعيل ياسين في الأسطول وغيرها الكثير. حفل تأبين بعد رحيلها صورته كاميرا البرنامج. أقام قصر السينما حفل تأبين للفنانة راحلة زهرة العلا، وحضر ابنتها الفنانة راحلة أمل ومنال الصيفي والفنان أشرف مصلحي زوج المخرجة منال الصيفي. ما بنعتبرش بنعمل حفل التأبين قد ما بنعمل احتفالية بهذه الفنانة الكبيرة. أعظم سيدة في العالم، هي كانت أم حنينة جدا جدا جدا، بجد. بص أنا الحمد لله يعني أمي وأبويا كانوا الاتنين أحسن من بعض الحمد لله. هي كانت بتحب بيتها قوي، بتحب أولادها قوي، فكانت حاسة أن هي محتاجة تقعد مع أحفادها. ما كنتش أنا لسه اتجوزت ولا خلفت، بس كان أمل خلفت، وهي كان يمكن كمان بعد ما أمل كانت خلفت الدنيا اختلفت مع ماما كتير جدا. بجد كانت بتحب تقعد مع ابن الأمل طول الوقت، كانت بتضايق جدا ما بتنزل الشغل وتسيبه. هي لحد آخر يوم الله يرحمها توفت فيه بتنكفنا برضو، بتزعق ونقعد أقول لها يا ماما طب أنا رايحة على الحتة الفلانية أنتي ما استأذنتيش. لا ماما لآخر وقت لا يرحمها يعني. لما بنقلب اي قناه بتوحشني بشوفها، يعني بقدر اشوفها الله يرحمها. عاوز انا نرجع البلد تاني، شفنا فيها ايه غير القساوه والجفه وقله الرحمه. يا ريتها تنهد قبل ما نوصل، انا قلبي مش مطمن يعني، خايفه ماي تفضحني وتقول قولي يا شيخه. انا ما مستبشره خير، الكلام اللي قالته دربت الوداع ما يطمن. شغلي الكلام الرمالي، هما بتوع الوضع بيعرفوا شيء، هما كلمتين لك ولغيرك، كل راجل بين حرمتين وكل حرمة بين رجلين. لكن أنا عارفة رجلين، اللي حيأذيني خالي، وعارف اللي أذاني ويربني. عامل التنوع في السينما المصرية في أدوارها. الملفت للنظر إن غالبية الأفلام اللي عملتها الراحلة زهرة العلا
كانت ذات من الواقع الاجتماعي او الافلام الاجتماعيه. عمرها ما كانت عايزه تنسى، بالعكس. يعني عايز اقول لك ان انا كان لما بتبقى تعرف حماتي كان اشتد عليها شويه المرض في الاخر، مش المرض الشديد بقدر ما ان هي كانت في السرير، لان كان حصل ان هي اتكعبلت في سجاده فحصل لها كسر، فبدات اخر سنتين دول تقريبا كانت نايماهم على السرير، ما كانش ينفع عمليات، ينفع الحاجات دي كلها، الله يرحمها. فمجرد ما كان في فيلم ليها او حاجه، او هي عندها شويه الم او متوجعه او حاجه، كنت على طول اخش شغلات تي في اجيب لها الفيلم بتاعها، فكانت بتسرح يعني، كانت بتنسى. يمكن اخر حاجه كمان افتكر ان كان من ده كان فيلم في بيتنا رجل، وكتب لها بقى عمر الشريف كان بيعكسك، ورشد أباظة بقى كان ايه ظروفه وبتاع. فكان عايز اقول لك ان هي كانت بتستمتع بالذكريات دي. بص، هو كان الجمهور بيحبها زي ما هي كان ليها كده تركيبه الناس بتحبها، لان كنت تحس ان هي اختك، خالتك، عمتك، يعني ما كانتش انا ما كنتش حاسه ان هي فنانه. يعني كان في المدرسه يقولوا لي وهي مامتك بتطبخ، وهي مامتك قطب مامتك بتطبخ وبتغسل، بتقعد معانا بتضربنا وكل حاجه. ام كانت ام طبيعيه بجد. وهي فعلا عايز اقول لك انه الاخر وقت في حياتها والاخر يوم ليها هي كانت زي القمر، يعني زي القمر في اطار سنها. صح. كجده وكام، يعني هي ما كانتش الحاله، لا بالعكس، يعني ماما يعني بالعكس، في ناس كتيره جدا وناس من بره وناس كلها كانت بتتكلم انه طب لو هي تعبانه احنا موجودين، بس الحمد لله هي عندها اولاد، والحمد لله ما احتاجتش لحد في حياتها. وساعة ما قررت ان هي توقف، هي قررت وهي بكامل صحتها. تحديدا مريم بنت الصغيرة هي دي كانت المقربة لها جدا. يوسف كان مقرب لحماية حسن الصيف الله يرحمه، وافتكر ان هو لما خلفنا يوسف هو جه نقل وعاش، خد شقة في البيت اللي انا فيه علشان يبقى جنب يوسف. بالنسبة لزهرة الله يرحمها، هي بالنسبة لها مريم الصغيرة، مريم هي اللي كان بتعامل معها في اخر ايام، هم بيتعاملوا كأنهم اتنين اطفال مع بعض، هي كانت بتحس بنفسها. مريم حتى لو في حاجة في جرح بيتغير عليه، في دكتور بيديها دواء، فمريم اللي قاعدة وهي اللي بتقف معها تعملها كل الحاجات دي. مريم عمرها 8 سنين، فهي كنا بنعتبر ان الزهرة عندها 8 سنين زيها، وكانوا هما الاثنين بقى ممكن يقعدوا مع بعض بالساعات يتكلموا ويرغوا ويحكوا كده. انا حاولت من ساعه ما جيت ان انا اخرج عن التقليديه بتاعه ان السينما بس لازم نكرم رموز الفن، فبدينا بعمليه تكريم الدكتور رفيق ووادي مدام زهره العلا، وبرضه خرجنا عن الحاجات دي وعملت معرض لشباب الثوره اللي هو حضرتك تحت دوت. يعني حاولنا كده نخرج عن التقليدية بتاعت عروض الأفلام، ولكن ما زالت برضو لأن ده قصر السينما، يبقى أنا محافظ على طبيعته السينمائية، وبرضو ما خرجتش لأن الدكتور رفيق سينمائي، الأستاذة زهرة العلا سينمائية، وناس خدمت على الفن لازم تاخد، إن ما خدتش حتى حقها وهي عايشة تاخد حقها وهي مش موجودة معنا. وده دور قصر السينما في تكريم الرواد بتوعه سواء عايشين أو أموات. ايش هو الجديد النجوم الاتراك؟ راح نتابع سوا في هذا التقرير. احتفلت الممثلة التركية بيرنسات المعروفة في العالم العربي بفاطمة ومغني البوب التركي كينان دوغلو بخطوبتهما بعد علاقة حب دامت عامين. وفي سرية تامة أقام الثنائي حفل خطوبة بسيطا اقتصر على عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين، ولم يتعدى عدد أفراده 50 مدعوا، ولم يستطع أي صحفي أو مصور أن يدخل إلى هذا الحفل بناء على رغبة بيرن وكينان.
قالت الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة باسم لاميس أن مسلسلها الجديد المال الأسود والحب الكاذب جاء في الوقت المناسب وتستطيع أن تنافس به بقوة بعد نجاحها في مسلسل 20 دقيقة الذي عرض الأشهر الماضية على عدد من القنوات الفضائية التركية والعربية. وأكدت توبا أنها سعيدة جدا بهذا العمل وتنتظر عرضه بفارغ الصبر والذي يشاركها بطولته أنجين أكيورك الشهير بكريم. أكدت الممثلة التركية جالسو ديرا الشهيرة بدور فيروز في مسلسل حريم السلطان أن كلبها هو أقرب صديق لها في الحياة. ومن المعروف أن جالسو تعشق الحيوانات الأليفة وتفضل الحياة معهم. حلقة اليوم من عربوت خلصت، تابعوني بكرة في أمان الله.